أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تعرضت مدينة النور السكنية في تعز لقصف صاروخي لميليشيا الحوثي والمخلوع أسفر عن استشهاد نحو 10 مدنيين وعدد من الجرحى معظمهم في حالة خطرة، وهي المجزرة الثانية التي تشهدها تعز خلال يومين فقط بعد مجزرة قرية المويجر في ريف المحافظة. نتوقف مع هذا الحدث الميداني لنناقشه في محورين: ما الذي وثقته المنظمات العاملة من جرائم الحرب في تعز، وما الذي يحول دون نقل هذه الجرائم في ملفات جنائية لملاحقة مرتكبيها وفرضها على طاولة السياسة. إذن لم تترك الصور مأساة في تعز إلا ووثقتها، لكن ثمة حلقة مفقودة تستوجب علامة استفهام كبيرة. فما الذي يحول دون نقل هذه الجرائم من مجرد صور شهد عليها العالم إلى ملفات جنائية تؤخذ على محمل الجلد، يلاحق مرتكبوها وتفرض على طاولة السياسة، حيث يجري البحث عن حل للصراع اليمني؟ في تعز تسيل الدماء بفعل القصف العشوائي المستمر لميليشيا الحوثي والمخلوع على الأحياء السكنية في المدينة وقرى الريف. مقابل هذا النزيف لا تستطيع المشافي استقبال الحالات الخطرة بسبب نقص الإمكانيات وتدهورها، فجميع مستشفيات المحافظة تعرضت للتدمير وتعمل بالحد الأدنى من قدرتها وإمكاناتها في معالجة المرضى. قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل حمزة أمين في مدينة تعز، ومن ثم نعود لنبدأ النقاش. مرة أخرى تعود الميليشيات الإنقلابية لتسجيل حضورها في مسلسل القصف في مدينة تعز، هذه المرة من خلال استهداف عدد من المنازل سقط خلالها العشرات بين قتيل وجريح معظمهم من الأطفال. وقعت القذيفة الثانية، هرعت للمكان انفجار القذيفة الثانية، وكانت هناك المفاجأة، يعني كانت الأشلاء في أشلاء الشهداء على الـ على الـ على الـ على الزفلت، والدماء منهم تسيل، وهناك عدد كثير عدد من الجرحى. وهذا طبعا هذه القذيفة الثانية. على الأكتاف يحملون رفاقهم وأهاليهم، فهذه المنازل لم تخلو أي منها من شهيد أو جريح، فتدهور الأوضاع الصحية في المستشفيات فاقم أيضا من معاناتهم، خصوصا بعد أن رفضت بعض المستشفيات استقبال الجرحى بسبب عدم توفر الإمكانيات لذلك. ما فيش عندنا هنا كتلة عسكرية، كلهم مدنيين بالمنطقة هذه، تمام. بعد ما يعني بعد القذيفة الأولى ما فيش فرق يمكن حوالي 10 دقائق، أجانا القذيفة الثانية وعدنا التفت على العمارة، أجانا القذيفة الثانية فنقلنا لمستشفى البريهي، لم يرضى يتقاوم معنا مستشفى البريهي، فيقول تحولوا للثوره. اكثر الشباب اعتقد اللي راحوا كان نزيف، ما قدروش حتى يوقفوا لنا الدم. سكان هذا الحي تحدثوا عن استهداف الميليشيات مساكنهم اكثر من مره بقذائف المدفعيه، وهو ما ضعف من مخاوفهم ان يستمر القصف دون وضع حد لهذا الاستهداف. في هذا المكان بالضبط تساقطت قذائف الميليشيات الإنقلابية وحصدت معها أرواح الكثيرين من المدنيين، ليظل هذا التاريخ شاهداً على تلك المجازر الوحشية التي ترتكبها الميليشيات بحق أبناء المدينة. حمزة أمين، قناة بلقيس، من مدينة النور السكنية تعز. إذا نبدأ النقاش من تعز مع عضو شبكة الراصدين المحليين المحامي علي الحدقي. مرحبا بك سيد علي. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أهلا بك سيد علي. بعد مجزرة الأمس كيف يبدو الوضع الإنساني اليوم، خاصة بعد تكرار مثل هذه المجازر التي تشهدها المدينة وريفها؟ في الحقيقة منذ عامين متتاليين وجماعة الحوثي وصالح ترتكب الانتهاكات بشكل مستمر، أي إن لم يكن بشكل يومي في اليمن على وجه العموم، وبشكل خاص أو وعلى وجه الخصوص في محافظة تعز، والتي تعد الانتهاكات فيها بشكل واسع، وانتقلت من المدينة إلى الأرياف والقرى. وقد ارتكبت هذه الجماعة، جماعة الحوثي وصالح، بحق المدنيين جرائم متعددة ومختلفة، وأصبحت تشكل هذه الظاهرة منذ عامين خلال هذه الفترة ظاهرة خطيرة جدا لانتهاكات حقوق الإنسان، والتي ترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
وهي بذلك تعد من الجرائم التي يجريها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقيات جنيف الأربع، وتعتبر اليمن طرف موقع على هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتعمل على والتي تعمل على حماية المدنيين والأعيان المدنية والأحياء السكنية من وكل من ليس له طرف أو أي لو وليس من له علاقة في هذه النزاعات المسلحة. ومن هذه الجرائم الأخيرة التي وقعت، الأولى التي تم الرصد لها والتوثيق لها، أصبحت يعني خلال هذه العامين بالآلاف هذه الجرائم، وقد تجاوزت الحد المعقول والأدنى. نعم. في ظل صمت دولي وإقليمي، وقد رفض الفريق هذه الانتهاكات، ومن ضمن هذه الانتهاكات التي ارتكبت في مؤخرا التي كان آخرها من الجرائم مجزرة قرية المؤيجر خلال يومين، والتي ارتكبت في تاريخ 16/1/2016 الساعة 8:30 مساء في مديرية مقبنة عزلة الملاحطة قرية المؤيجر، والتي راح ضحيتها عدد 5 قتلى و7 جرحى، 4 أطفال وامرأة بينهم. استخدمت صواريخ باليستية على هذه المنطقة، رغم أن هذه المنطقة بعيدة بمسافات كبيرة واسعة عن أطراف النزاع ومكان النزاع. كذلك المجزرة الثانية التي حصلت في مدينة النور يوم أمس خلال يومين فقط يعني أو يوم واحد، الساعة 9 مساء تاريخ 18/1/2014 قذيفتين في مدينة النور التي أسفر عنها 11 قتيل حتى الساعة 12 ظهرا، وربما مرشح العدد لزيادة، و8 جرحى، وما زال العدد ربما مستمر على هذه المجزرة الأخيرة التي حصلت على هذه التي حصلت في هذه المدينة. نعم. أستاذ علي، هل يقتصر رصدكم على الخسائر البشرية فقط أم أنه يشمل أيضا البنية التحتية؟ طبعا هناك أضرار كبيرة تعرضت لها المدينة بمستوى المديريات داخل المدينة أو خارجها، يعني البنية التحتية كذلك تأثرت. اليوم المباني يبلغ عددها يفوق على 7000 منزل، اليوم الحصار شكل ظاهرة خطيرة، اليوم المستشفيات كذلك تعرضت لانتهاكات، الطواقم الطبية، الطواقم الإعلامية، الراصدين الحقوقيين، كل من له علاقة في رصد هذه الانتهاكات وكل من ليس له علاقة كذلك في هذه الحرب تعرض لهذه الانتهاكات. نعم. سيد علي، ما التالي لهذه الخطوات؟ لديكم الآن المعلومات، أين يذهب جهد الراصدين؟ إلى أين يذهب؟ لماذا لا نراه يصل إلى المنظمات الدولية ويحدث تغيير في الرأي العام الدولي والعالمي؟ طبعا لا يخفى على الكثير من المنظمات المحلية والدولية ما يحصل من جرائم وانتهاكات داخل هذه المدينة وداخل هذه المنطقة أو بشكل عام داخل هذه الجمهورية اليمنية. هناك من المنظمات من ترصد، وهناك من التقارير من رفعت. اليوم المطلوب على رئيس الحكومة وعلى وزير حقوق الإنسان تحريك هذه الملفات التي لهم خلال سنتين، وقد تم ربع أكثر من انتهاكات أو أكثر من ملفات لهذه الوزارة وإلى المسؤولين المختصين في هذه الوزارة. هناك منظمات كذلك رصدت وتم كذلك الرفع إليها، لكن نستغرب يعني ما هذا الصمت الدولي، ما هذا الصمت لمنظمات حقوق الإنسان العالمية والدولية تجاه هذه الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين والأعيان المدنية والأحياء السكنية. اليوم هناك أسلحة تستخدم في وصوبت من جماعة الحوثي وصالح على مدنيين أبرياء ليس لهم أي علاقة، أصبحت لا تفرق بين المدني وبين العسكري. أقول أن الخطوات التي ينبغي على المنظمات اليوم، أن رفضت أغلب المنظمات، لكن نريد تحقيق فاعل لهذه الوزارة، وزارة حقوق الإنسان، بحيث ترفع الملفات. نريد من الرئيس عبد الرب منصور هادي كذلك والحكومة الضغط على مجلس الأمن تحريك هذه الملفات أمام محكمة الجنايات الدولية، لأن هناك انتهاكات أصبحت يعني نعم. وضحت الصورة أستاذ علي، تفضل بالبقاء معي واسمح لي أن أنقل هذه النقطة إلى وكيل وزارة حقوق الإنسان السيد نبيل عبد الحفيظ. مرحبا بك سيد نبيل. أهلا وسهلا بكم وبقناة تلقيت. أهلا بك، لعلك استمعت لحديث المحامي علي الحدقي وهو عضو في شبكة الراصدين المحليين، وللأرقام والإحصائيات التي طرحها الآن، وقال أنهم يقومون خلال عامين برفع تقارير وهذه الإحصائيات لوزارة حقوق الإنسان، ولا تلقى التفاعل بالشكل المطلوب، ولا تلقى الخطوات الفاعلة على الأرض. بداية يعني جميعنا قلوبنا داهية لما يحدث في تعز. ثانيا ربما الأخ علي
لا يقدر على المتابعة لما يحدث في المنظومات الدولية سواء في الأمم المتحدة أو في الهيئات الدولية المختلفة. ما يقوم به مجموعة الراصدين المحليين نستقبل كل تقاريرهم ونقوم على تكوين تقارير دولية إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظومات الدولية المختلفة، بالإضافة إلى عمل تقارير خاصة إلى المقررين الخواص سواء مقررين الاعتقالات، الإخفاء القسري، التعذيب، كل ما يمكن أن نقدمه للمقررين الخواص نقوم أيضا بمناقشته وتقديمه إليهم. نعم. لدينا إن شاء الله في شهر مارس يكون اجتماع أو دورة قادمة، الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان، وإن شاء الله سيكون لكل هذه الوثائق دورها ومكانها في التقديم. نحن نقول اليوم نحن أيضا كما هم قد يشعروا أحيانا أن الوزارة ربما غير متفاعلة، لكننا أيضا نحن نشعر بكثير من الخذلان من قبل المنظمات الدولية التي لم تتفاعل. يعني ما حدث إذن سيد نبيل بحسب قولك، نعم إذن سيد نبيل بحسب قولك أن هناك تحركات وأن التقارير التي ترفع لكم من المنظمة المحلية والراصدين المحليين ترفع إلى الجهات الدولية، إذن لماذا ألا يعقل أن تكون هذه ترفع وأن هناك تحركات ولا نلمس أثر ملموس لهذه التحركات على الأرض طوال عامين؟ وأن تتحدث الآن على دورة ستعقد أنتم في وزارة حقوق الإنسان، ما الذي أعددتموه لهذه الدورة التي ستعقد قريبا؟ شكرا أختي العزيزة. ببساطة لولا الضغط الذي نقوم به في إطار المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان لربما كان بعض الضغوط لبعض الدول التي تتعاطف أو تعمل مع الميليشيات الإنقلابية التي كانت تريد أن تكون هناك هيئة دولية وندخل في دائرة العمل الطويل في قصد الانتهاكات وغيرها، ولكن لولا الضغط العربي مع ضغطنا الحكومي لما كان هناك استمرارية للجنة الوطنية لرصد الانتهاكات. هذا جانب. الجانب الآن احنا لا نقول أن هناك فشل كبير، ولكن نقول أننا نصاب أحيانا بخيبات أمل. يعني مثلا المجزرتين الأخيرتين التي في مدينة النور وفي مقبنة كنا نتوقع أن يتم صدور تقارير وإدانات دولية تتناسب مع هذه المجزرتين البشعتين، ولكن حتى سيد نبيل عفوا على المقاطعة، ولكن لم نسمع حتى للحكومة إدانة. إذا كنت أنت تنتظر إدانة من المحافل الدولية ولا توجد إدانة من قبل الحكومة، غابت حتى غاب صوت الحكومة عن ما يحدث في تعز، حتى الإدانات لم تعد موجودة. يا سيدتي، وزارة حقوق الإنسان قدمت تصريح وتقرير كامل حول المجزرتين، ونحن ننتوي في الأيام القادمة أن نذهب إلى تعز، من ننتقل من عدن إلى تعز لنكون على مقربة من هذين العملين السيئين ومقربة من كثير من الانتهاكات. نحن نعمل الآن على دعوة المجتمع الدولي للتواجد في عدن، وأننا مستعدين للتحرك معهم إلى كل مناطق الانتهاكات ليكون عن قرب ويكون عن واقع مصداقية كاملة في هذا الرقم. نعم، إذن سيد نبيل تفضل بالبقاء معي، واسمح لي لأن أعود إلى السيد علي الحدقي. سيد علي، لعلك استمعت لحديث السيد نبيل، سأسألك عن دور السلطة المحلية في تعز، أين هي السلطة المحلية مما يحدث خاصة من الجانب الإغاثي والجانب الصحي؟ كما ورد في تقرير زميلنا في تعز هناك وضع صحي سيء، لا يستطيع تقديم الإغاثة الصحية المناسبة لمثل هكذا مجازر وحوادث متتالية. طبعا المجلس المحلي او السلطه المحليه اليوم تكاد ان تكون مشغوله باشياء كثيره، او ربما تنظر لمثل هذه الانتهاكات بشكل استثنائي او ثانوي، والاصل ان هذه الانتهاكات ان تجعل تصوب يعني عينها على هذه الانتهاكات التي تحصل على المستوى الصحي وعلى المستوى الانساني يعني بشكل عام.
أقول في الحقيقة ينبغي على السلطة المحلية أن كذلك تؤدي دورها. اليوم هناك ربما تخاذل كأنه أو نسيان أو نوع من التجاهل، ربما لابد يعني يحتاجوا إلى تحرك لهم بشكل رسمي أو تنديدات أو فعالية لمطالبتهم بذلك. لكن التعويل هنا يعود على المحافظ، لابد أن يوجه هذه السلطة المحلية لتقوم بدورها. نعم. وفي السلطة المحلية هناك مكاتب كثيرة تختص بمتابعة مثل هذه الانتهاكات، متابعة مثل هذه الحالات التي تتدهور يوميا أو يوما بعد يوم في الجانب الصحي والجانب الإغاثي والجانب الإنساني الحقوقي. فعلى السلطة المحلية في الحقيقة أن تؤدي دورها، هناك تقصير كثير يعني أو كبير في اتجاه هذه الانتهاكات أو هذه الأشياء التي ذكرتموها فيما يتعلق بالجانب الصحي والإغاثي والإنساني والحقوقي. اليوم السلطة المحلية الأصل تكرس جهودها كذلك، يعني ولو تخصص جزء مالي لدعم هذه الفرق التي تقوم برصد والانتهاكات وكذلك في رصد الحالات الإنسانية والحالات التي تتعرض للأمراض والأوبئة. أقول أنه هناك إمكانية محدودة لفريق الرصد أو للمنظمات التي تعمل في هذا المكان أو في هذا المجال، إلا أنه مع ذلك الأرضية مهيئة والميدان موجود، لكن ينبغي على السلطة المحلية أن تؤدي دورها، ما زال دورها قاصر أو ضعيف جدا يعني. نعم. إذن أستاذ علي، أنتم في شبكة الراصدين وكونك من أحد أبناء هذه المدينة، ما الذي تحتاجه بالضبط من الحكومة وخاصة من وزارة حقوق الإنسان؟ فيما يتعلق من احتياجات ماسة، كما أسألت لكم اللجنة الوطنية التي تم اعتمادها من الرئيس بقرار، هي عملت على التحقيق في كثير من القضايا لكن لم يكن بالشكل المطلوب. اليوم وكذلك هناك منظمة أخرى تعمل في هذا الميدان، ينبغي على وزارة حقوق الإنسان أن تعطي لها الاهتمام الكبير وأن تحاول أن تحرك هذه الملفات، ولو حتى بإعادة القضاء من باب أنه يتم محاكمات مستعجلة لمثل هذه القضاء التي يترتب عليها انتهاكات والجنات معروفين يعني أو مكشوفين أو موجودين. كذلك فيما يتعلق بالجانب الدولي عليها أن تعد أقل حاجة دراسة أو تعد أقل شيء يعني ملف يتم رسمي إعلانه ورفعه وتقديمه، ثم ننتظر رد ماذا سيكون، لأنه على كده فتصبح المدينة يوما بعد يوم سينتهي الناس وستزيد الخسائر والضحايا. كذلك احتياجات اليوم الجانب الصحي، اليوم الأوبئة والأمراض والكوليرا انتقلت في هذه المدينة ما زالت محاصرة، ينبغي عليها أن تنظر بعين الاعتبار أن هذه المدينة منذ عامين وهي تحت الحصار وتحت المعاناة وتحت الأمراض وتحت القصف العشوائي وتحت كل الانتهاكات التي تحصل بأنواعها وأشكالها، إلا أن هناك نوع من التقصير. شكرا. إذن المحامي علي الحدقي عضو شبكة الراصدين المحليين كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. إذن سيد نبيل بالعودة إليك، هناك اتهامات للوزارة بالتقصير رغم أنك تحدثت عن تحركات ولكن تبقى ليست بالمستوى المطلوب من ناحية التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وهو ما يجعلها هذا التقصير يجعلها عرضة للاستقطاب وضغوط الإنقلابيين والعمل في صالحهم، وهذا ما لاحظناه من تقارير المنظمات الدولية بخصوص الوضع الإنساني عامة في اليمن. شكرا جزيلا لك. أنا أريد أن أوضح فقط، أولا جميعكم يعلم أننا نعمل في إطار ظروف شائكة وظروف صعبة، هذا أولا. ثانيا تواجد وزارة حقوق الإنسان على الأرض في اليمن في عدن وانطلاقا من بقية المحافظات ابتدأ منذ فترة بسيطة من الآن، ولذلك انا اقول انه بالفعل كان هناك يعني جهد في حدود الاطار الممكن. ما اردت التاكيد عليه اننا نعد لخطه مشتركه مع الهيئه الوطنيه او اللجنه الوطنيه لرصد الانتهاكات للنزول والتواجد في مناطق الانتهاكات. نعم. هذا اولا. ثانيا نحن الآن في صدد إرسال مذكرات تأكيدية لمذكرات سابقة بمطالبتنا بتواجد المنظمات الدولية في عدن إلى جوار الحكومة بحكم أن عدن اليوم هي العاصمة للجمهورية اليمنية، وبالتالي على جميع هذه المنظمات أن تتواجد في عدن كما تتواجد المنظمات في كل مكان، عادة تتواجد إلى جانب الحكومة في مناطق في عاصمة البلاد.
ثالثا نحن كما قلت نعد للتقرير الدولي الذي سنقدمه في شهر مارس، وهو يحوي يعني كل الانتهاكات التي تمت في الفترة الماضية، وسنقوم بعملية نشر لهذه لكل ما رصد على مستوى دولي. ومن ضمن هذه الجوانب نحن أعلننا أننا سنتقدم بكل هذه الانتهاكات، لأن الجرائم لا تسقط بالتقادم، فهي ستقدم بالتأكيد إلى كافة الجهات الدولية. هل ستقدم على شكل ملفات جنائية؟ على شكل ملفات جنائية بعد أن تستكمل. يعني نحن دائما نقول في القانون الدولي يجب أن يقوم أولا الجانب المحاكم الوطنية، يجب أن تقوم بدورها، وعندما تعصي الأمر يمكن التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية. والذي يجب أن يكون واضح للجميع أن المحكمة الجنائية الدولية في إطار قانونها ما يسمى بقانون روما الأساسي فيها نظام مش فقط للحكومات أن تتقدم بالشكاوى والمظالم، ولكن حتى الأفراد. لذلك نحن نقول أن هذه الجرائم ستقدم وسينال كل من مارسوا هذه الانتهاكات سينالون جزاءهم، سواء عبر المنظومة الوطنية أو عبر المنظومة الدولية. إذن سيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الآن ننتقل إلى براء شيبان الباحث في مجال حقوق الإنسان. أهلا بك سيد براء. أهلا وسهلا فيكم وأهلا بالمشاهدين الكرام. أهلا بك سيد براء. أين وجه القصور فيما يتعلق بالدفع بملف الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي ترتكبها الميليشيا سواء في تعز أو غيرها من المحافظات إلى اهتمامات المنظمات الدولية للتفاعل مع هذه الملفات؟ أولا أنا أعتقد في البداية يجب الاستيعاب ما هي التحديات عندما تتعامل أنت مع ميليشيا غير نظامية. يعني هي في الأخير لا تلتزم بالقانون المتعارف عليه، الذي أصلا تتعامل الذي المتعارف عليه مثلا بالأشخاص الذي مثلي ومثلك ومثل المشاهدين وغيرهم. هذا أنا أعتقد هو يمثل التحدي الأبرز الذي إلى هذه اللحظة لا توجد آلية واضحة، لا لدى الأمم المتحدة، لا المنظمات، لا لدى هل ما زلت معنا سيد براء؟ إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد براء. لا حتى نتمكن من الاتصال به سابقا، نذكر مشاهدينا الكرام موضوع حلقتنا لهذه الليلة من زوايا الحدث هي المجزرة التي ارتكبت الأمس في حي النور السكني في تعز، والذي راح ضحيتها 10 شهداء والعديد من الجرحى، أغلبهم في حالة خطرة. وكما ورد في تقرير مراسلنا في تعز الذي تحدث فيه أبناء تعز أن هنالك من الحالات المصابة تم رفض استقبالها في بعض المستشفيات في المدينة نتيجة التدهور الصحي وعدم قدرتهم على تقديم الرعاية الصحية لهؤلاء الحالات المصابة، ما أدى إلى وفاة بعضهم. من 10 الذين توفوا كان هنالك 4 ممن كان من الممكن إنقاذهم، ولكن لم يتم إنقاذهم بسبب الوضع الصحي المتردي في المدينة. إذا عاد إلينا براء شيبان، هل تسمعني سيد براء؟ نعم أسمعك بشكل واضح. نعم تفضل أكمل. نعم كنت أتحدث أنه الآليات المتبعة، الآليات المتبعة تحديدا آلية الأمم المتحدة إلى الآن لا تسمح بالتعاطي أو بمقاضاة ميليشيا غير نظامية. هي تفترض أن كل الانتهاكات ممكن التعامل معها في الإطار القانوني، في إطار القانون الدولي فيما يتعلق بالدول. ماذا يمكن أن يتم؟ يمكن أن يتم الاستمرار في توثيق كل هذه الانتهاكات، الاستمرار في توثيق كل هذه الجرائم، حتى في المستقبل الأفراد الذين مارسوا انتهاكات، قيادة الميليشيا الذين تورطوا في مثل هذه الانتهاكات ممكن أن يحالوا يوما من الأيام إلى القضاء أو إلى العدالة، سواء
القضاء المحلي أو غيره. هذا هو ما هو ممكن في هذه المرحلة. نعم سيد برا، لو تحدثنا عن دور الحكومة، هي المسؤولة الأول الآن تجاه أبناء تعز، هنالك وضع صحي سيء في المدينة مع تكرر مثل هذه المجازر، كيف لنا أن نفسر تعامل الحكومة مع الوضع في تعز من الناحية العسكرية، أنه لم يتم التعامل مع تعز على أنها بؤرة لاستنزاف الحوثيين على حساب الضحايا، وأيضا حتى لا يتم التعامل معها بالشكل المطلوب على المستوى الإنساني والصحي، والخدمات السلطة المحلية غائبة تماما، حتى المحافظ لا يتواجد داخل المحافظة؟ يعني هذه إشكالية، المشكل يعني إشكالية لها فترة طويلة، وتحدثنا أعتقد معكم ومع كثير من القنوات عن أن الحكومة إلى الآن لم تستطيع أن تفعل دورها في تعز وفي مناطق كثيرة، ولكن تحديدا تعز كونها الأكثر تضررا من هذه الميليشيا. هناك إشكاليات كبيرة، أنا أعتقد أبرزها قد تكون غياب دور الحكومة الكلي، غياب التواصل من قبل الحكومة والسلطة المحلية مع المنظمات التي يمكن أن تقدم نوع من الدعم، أو أن مثلا تدعم القطاع الصحي داخل 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 تعز. الكثير من الإشكاليات، وقد أتفق أنه ظلت تعز كأنها بؤرة استنزاف بغير أي اهتمام لمعاناة المدنيين، الذي الآن يعني احنا الآن قرابة سنتين ومدينة تعز تعاني تحت الحصار وتحت القصف وتحت كل أنواع الانتهاكات. نعم سيد براء، هناك من يتهم المنظمات الدولية بأنها لا تتفاعل بشكل كافي وسريع مع ما يحدث من جرائم إبادة وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين، وكان معنا وكيل وزارة حقوق الإنسان سيد نبيل وتحدث عن هذا الجانب. ما الذي يدفع العاملين في الوكالات التابعة للأمم المتحدة تحديدا، كما لو أنهم يعملون في غير صالح الضحايا كما يحدث في اليمن وخاصة في تعز على وجه الخصوص؟ أنا أعتقد هناك إشكالية من جهتين. الإشكالية الأولى، لا يوجد إلى هذه اللحظة، يعني تتخيل أننا الآن نتحدث عن أكثر من يعني قرابة سنتين نحن نتحدث عن الوضع في تعز، لا توجد جهة محلية داخل تعز، جهة حقوقية واحدة يعني تصدر تقارير بشكل منتظم بطريقة منهجية عن كل ما يحدث داخل المدينة. إلى هذه اللحظة السلطة المحلية لم تفعل دورها، يعني إلى هذه اللحظة لم تتواصل لا مع المنظمات الدولية، لم تتواصل مع الجهات. هل دور المنظمات الدولية فيه تقصير؟ بالتأكيد، ولكن هذا لا يعفي السلطة المحلية من القيام بدورها، لا يعفي الحكومة اليمنية من أن تقوم بدورها. النقطة الأساسية التي أريد أن أشير إليها أن المنظمات الدولية عندما تتطرق كثيرا لضربات طيران التحالف، هي السبب الرئيسي لأنها تعتبر أن التحالف دول تستطيع أن تضغط عليها، أنظمة دول تستطيع أن تضغط عليها من من خلال القانون الدولي، لكن الحوثيين نهاية المطاف هم ميليشيا. نعم وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك. النظام مقلدة على القانون. نعم أعتذر ولكن انتهى وقت الحلقة. إذن سيد براء شيبان باحث في مجال حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من تعز عضو شبكة الراصدين المحليين المحامي علي الحدقي، وكان معي وكيل وزارة حقوق الإنسان سيد نبيل عبد الحفيظ، وكان معي براء شيبان باحث في مجال حقوق الإنسان. هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من زميلي من الإعداد محمد القاسم. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.